ها امي شلونك؟ هلا يوم الله يساعدك. الله يسلمك. شو تاخرت؟ صار ساعه من حضرتك العشاء. اخ يا امي شو اسولف لك، يعني شغل كلش هواي عندك كان بالمحل والتهيت بصراحه. شو اخبارك انت؟ الحمد لله. يمه اكو شي صاير؟ ماكو شي يوم شوي ملتهي بالمحل، عندي كلش هواي شغل. اريد احكي لك بموضوع. قول يمه. الفلوس اللي دزتني ناس بعدين لو صرفتين؟ لا موجودات. ما انا شويه معوز نقد، وصيت على بضاعه وماكو جويني فلوس. ايه موجودات، هسه اجيب لك اياها. لا 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 قعدي قعدي ماكو داعي، افوت انام هسه وباكر الصبح اخذ منك. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. دلل ابوي. تصبحين على خير يوم. وانت بالف خير يوم. قولي لي لابنك شلون، انا خايف عليه من يروح القهوه تحسيب ابن فتنه. قولي لي قولي لي لابنك شلون انا استحمد رب العالمين كثيرا كثيرا كثيرا، لانه هو باقي بالحياه من انطتك فتنه هاي الحبوب اللي سقط الجاهل قبل الاطلوق. قولي لي قولي لي لابنك العذابات اللي تعذبناها من وراه من المستشفيات. قولي لي لابنك شلون راح يقعد لي بقهوه حسيب ابن فتنه واجي انا اقعد يمه. ليش؟ ليش هالعذابات هاي؟ ليش؟ غير على موده؟ تصبحون على خير. حسيب ابن فتنه؟ شنو السالفه شهاب؟ شفت شلون نسيبه شلون؟ شفت شلون تصرف ويانا شلون؟ وهاي دموعك هاي غالية، دموعك والله غالية، وقهرنا عليه غالي، بس نسوي نسوي. الله يحفظك بابا، الله يحفظك، الله يحفظك بابا، الله يحفظك.